السلام عليكم، معكم شاف آمل. اليوم إن شاء الله حلقة جديدة من حلقات للبليس. غادي نحضر اليوم خبيزات بالليمون والنافع إن شاء الله. مرحبا بكم معنا. بالنسبة للمقادير ديال الخبز بالليمون، عندنا كيلونس ديال الدقيق، عندنا 25 غرام ديال الخميرة، عندنا 30 غرام ديال الملح، عندنا 2 معالق ديال السنيدة، 4 البيضات، 2 معالق ديال قشور الليمون، 200 غرام ديال الزبدة، 2 معالق ديال النافع، 100 غرام ديال الحليب، 200 غرام ديال عصير الليمون، وعندنا الغران دو بافو الخشخاش والزنجلان بيض للتزيين. كيلونس ديال الفارين غنديروا فيها 2 معالق ديال السكر. تنخلطوا المكونات ديالنا كاملين. عندنا 2 معالق ديال النافع، عندنا 200 غرام ديال الزبدة، 2 معالق ديال قشور الليمون، 200 غرام ديال عصير الليمون، 100 غرام ديال الحليب، 30 غرام ديال الملح، عندنا خميرة، بقى لينا البيض. غادي نخلطهم بالماء، الماء حسب الخليط. قليل من العجين ديالنا، وغادي نديرو منو اشريطه اللي غنزينو بيه الكريسات ديالنا. الخبيزات ديالنا خرجناهم من الفران، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. وبالصحه والراحه مع شهيوات لالا بليش.